اضطرنا نطلع من المنطقة. خش هنا. لف لف. دور العاشر اللي فوقنا اللي خبطوه واحنا قاعدين في البيوت، ما عارفين ايش اللي صار يعني، ولا قاعدين في امان الله، فيش ما مش عارفين يعني ايش اللي بدنا نقوله، ايش بدنا نتكلمه، هي اللي بنقدر نقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ملناش الا الله. وين بدنا نروح؟ وين ميتين من الرعب؟ وين بدنا نروح؟ حسبنا بالله ونعم الوكيل بس الا الله. يا اخو ما انت شايف كل الناس قدامك هيهم كلهم شاردين من الابراج وين رايحين يعني؟ هيو فيش ما عادش في غزه مكان امن اصلا. حتى الشارع لهم مش امن، حتى اللي بده ينزل من بيته ينزل على الشارع ما عادش مكان امن.